السلام عليكم مشتركي القناة ديالي، كنتمنى تكونوا بألف خير. اليوم بغيت نشارك معكم محنشات بعجينة بسيطة للمكونات ديالها 180 غرام ديال الدقيق، شوية ديال الملحة، شوية ديال الزيت، وتقريبا معلقة كبيرة ديال الزبدة، وأهم حاجة هي الماء دافي باش نجمعوا العجين ديالنا. ونبداو بسم الله. كيف ما كتعرفوا بحال ديما نوضع الدقيق هو أول حاجة، من بعد غادي نضيفوا عليه شويه ديال الزيت، زيت نباتي من اختياركم، معلقه كبيره ديال الزبده. الزبده باش تخلي لينا العجين ديالنا يكون هشيش. هذا القياس، من بعد غادي نحاول نجمع العجين ديالنا ونرجع لكم باش كيف ما كتشوفوا دابا العجين ديالي ها هو حضرته، كتجي بهذا الشكل رطبه وهشيشه. انا غادي نخليها ترتاح شويه وندوز باش نحضر معكم الحشوه، واللي هي تاني مرحله في ديال المحنشات. بالنسبه لمكونات الحشوه، عندنا هنايا حبه ديال البصله كبيره مشلضه بهذه الطريقه، هذه يعني طريفات صغار، فلافل ملونه حتى هي مقطعه طريفات صغار، الكفته، ولا بغيتو ممكن تعوضوها بلاداند، شويه ديال الربيع، شويه ديال الزيت، فرماج ساندويتش. وبالنسبه للتوابل عندنا الملحه، البزار، الخرقوم والتحميره. ناخذ مقلات نوضع الزيت هي الاولى، نخليوها تسخن شويه، من بعد ما سخنت الزيت نضيف عليها الفلفل الملوني، هي الطريقة، نضيف التوابل ونحركها. كيف ما كتشوفوا من بعد ما تشحروا هاد المكونات غادي نضيفوا الكفتة، من بعد ما شحرت الحشوه ديالي انا عندي واحد الاضافه اللي ممكن ديروها، والا ما بغيتوش يعني ممكن تستغناو عليها، واللي هي الفيرميسيل اولا الشعريه الصينيه. غادي نضيفها حتى هي الحشوه ديالي ونخرج.
من بعد ما ارتحت لي العجينه ديالي غادي ندوزو دابا باش نحضروها. وغادي نحتاجو جوج معالق كبار ديال زيت نباتيه وجوج معالق كبار ديال الزبده ندوبوها. هذه هي العجينه ديالنا غادي نحاولوا نقسموها على جوج. دابا غادي نحاولو نقطعو على شكل دوائر بهذا القياس. وهكا غادي نخدموها حتى نساليو. كيف ما كتشوفو انا دابا راني ساليت وخليتهم واحد شويه يرتاحو. ودابا غادي ندوزو للمرحله الاخرى باش نبداو نعمرو الحشوه ديالنا. نخدو بحال هكا نحاولو نورقوها بشويه وفي نفس الوقت نحاولو ما تقطعش لينا العجينه ديالنا. من بعد غادي نخطو الحشوة ديالنا ونحاولو نصوبوها بحال هكا. أنا خديت الفرماج قطعته بهاد الطريقة هادي هو باش شرب حدوه ونحطو بحال هكا. من بعد غندور الفرماج ملي كنسالي ناخدو المدى ونحطو صافي. غادي نكملو بنفس الطريقة حتى نسالي. أنا غادي نعاود نرجع ونكمل ونعاود نصور لكم الشكل ديالي واش غادي نسالي. الوغ أنا دابا ساليت كيف ما كتشوفو. غادي ندهنهم بالصفار ديال البيض ومن بعد غادي ندير من فوقه الزنجلان. الزنجلان حتى هو الا كنتو كتبغيوه يعني ممكن تاكلوه ممكن ديروه، سينو غادي تديروه تستغناو عليه ماشي مشكل.
فالجلد كيساعدنا باش يكون تكون الكولور ديالهم ذهبيه. غادي نكملو بنفس الطريقة، ملي غادي نسالي غادي نعاود نصور لكم. أنا كملت الدهين ديالهم كامل، ودابا غادي نحاول ندير زنجلين بحال هكا. دابا غادي ندخلهم الفران، من بعد ما يطيبوا غادي نعاود نقدمهم معكم. كيف ما كتشوفوا معايا المحين شاد ديالي هاني خرجتهم دابا من الفران وبصحة وراحة.